Hello everybody, peace be upon you. This is Mr. Muhammad Talha and you're watching Learn English with Mr. Talha. حبايبي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم مرة تانية في الجزء الثاني من Unit 1 وده الخاص بـ Lesson 1 and Lesson 2. بس النهاردة هنتكلم عن الريدنج، موضوع الريدنج وكمان اللانجوج نوتس اللي موجودة فيه، وهنتكلم كمان عن الفوكابلري وأهم الفوكابلري الموجودة في الدرسين دول. بس شكل ما ناويهنا الحصة اللي فاتت ان احنا في بداية الحصة هنبدأ بحل تدريبات الجرامر، التدريبات اللي كانت موجودة على الجرامر في كتاب المعاصر، وانا نبهت المرة اللي فاتت اللي ما معهوش الكتاب ممكن يجيبه واللي معاه كتاب يحل التمارين، وانا قلت يا جماعة لازم احل التمارين وبعد كده أبدأ اشوف في الحل معايا صح ولا خطأ وليه صح وكمان ليه خطأ. عشان كده لازم نكون مستعدين، انتبه معايا ومتحولش عن القناة دي وبلغ كل زمايلك عشان الكل يستفيد. So let's get started. يلا بينا. تعالوا نشوف شكل ما قلنا أسئلة كتاب المعاصر، ودي تطبيق على الجرامر بتاعنا النهاردة في يونت 1 واللي كان بيكلمني عن البريزنت سيمبل، عن المضارع البسيط. Number 1 says Maryam often TV embed. طبعا هنا لما هشوف هلاقي كلمة often، وoffen دي من علامات present simple، من علامات المضارع البسيط. هروح هلاقي ان المضارع البسيط في watch في watches، يعني الاثنين دول هما الشكلين بتوع المضارع البسيط، يبقى لازم ارجع للسبجكت الفاعل اللي هي مريم، ومريم بيجي معاها verb plus s or es، فبالتالي لازم اختار watches. طيب تعال نشوف نمبر 2، بقول حمدي drink coffee for breakfast. حمدي drink coffee for breakfast، حمدي بيشرب قهوة للفطار. طبعا انا عارف ان حمدي بيجي معاه فعل في اس او اس، ومعنى ان قبل drink معناها ان كده جملة منفية. طيب انا عندي المفرد حمدي بياخد doesn't او بياخد isn't، ما بياخدش don't ولا بياخد، لا بياخد برضو hasn't. طيب هختار ايه؟ قال لي هلاقي الفعل ده في المصدر، وطالما في المصدر لازم اجيب معاه doesn't. طب ليه ما ينفعش isn't؟ هقول لان isn't لو جه وراها verb يبقى plus ing، طب hasn't لو جه وراها verb يبقى past participle تصريف ثالث. طيب نمبر 3 بيقول لي does Dina get to school؟ قال لي by bus. يبقى هنا الاجابه لقيتها بوسيله، والوسيله دايما بسال عنها باداه الاستفهام how. So how does Dina get to school؟ ولو سالتك السؤال ده في اي زمن هتقول لي في البريزنت سمبل، ليه؟ عشان في does في السؤال. طيب اللي بعدها نمبر 4 بيقول my cousins text me، they text me every day. my cousins جمع، وبعد كده قال لي they text me every day، يعني every day كل يوم. كل يوم معناها عايز يقول لي هي بتساوي اني واحده في الادفيربز فريكوينسي دول، في ظروف التكرار دول، يا ترى sometimes ولا usually ولا never ولا always. طبعا هنا خدنا always بمعنى دائما خلاص، يعني بنسبه كبيره جدا، فبالتالي هختار always لان هنا قال لي every day. طيب number 5 بيقول I my homework before I have my dinner. I my homework before I have my dinner. طبعا هنا جاب لي before وبيكلمني عن عادة، فبالتالي هقول I usually do. قال هو انا ما ينفعش اقول do usually، احنا قلنا بقى قبل كده واحنا بنشرح ان الادفيرب اوف فريكوانسي يعني ظرف التكرار بيجي before the verb، قبل الفعل مش بعده، فبالتالي لازم اقول usually do. قلنا بس verb to be اللي هو am is are ده بيجي قبل ظرف التكرار. طيب تعالى نمبر 6 بيقول لي you live in a block of flats or somewhere else. طبعا برضو هنا هلاقي الفعل بتاعي في المصدر، ما ينفعش have ما ينفعش or، يبقى اذا يا do يا does، اروح ليو تاخد do، فاذا هقول do you live، do you live. وشكل ما قلنا قبل كده لما كنا بنجاوب في السؤال قلنا ده السؤال الوحيد اللي هلاقيه بادئ بفعل مساعد ومش هجاوب عليه بيس ونو. ليه مش هجاوب عليه بيس ونو؟ لانه اداني اختيارات. يعني انا بقول لي do you live in a block of flats or somewhere else، اكيد هقول له المكان التاني لو انا عايش فيه، او ان انا اقول له a block of flats، يعني هختار مش هجاوب بيس اور نو. تعال نشوف نمبر 7 ودي من تمارين المعاصر، بيقول لي مستر براون ورك on Sundays. قال لي yes he does. طالما short answer مديني فيها does فأكيد السؤال برضو كان بالdoes، يبقى does Mr. Brown. نتأكد Mr. Brown ده singular noun يعني اسم مفرد، ياخد does ما ياخدش do. تعال نشوف number 8 they always a lot of noise. they always a lot of noise يعني بيعملوا وش كتير.
طبعا هنا هشوف كلمة always، ودي من علامات الـ present simple المضارع البسيط، فبالتالي أنا محتاج مصدر أو فعل في اس أو اس، كده كده مش هلاقي إلا المصدر، حتى لو في فعل في اس أو اس هرجع لـ they بتاخد مصدر الفعل. طب اللي بعدها بيقول لي how do you go to school؟ وبعدين في الإجابة قال لي 5 times a week، 5 times a week. طبعا لما يقول لي 5 مرات في الأسبوع يبقى إذا هنا بيكلم لي عن عادة، والعادة بتبقى present simple مضارع بسيط. طيب وطالما ذكر لي عدد المرات في الإجابة يبقى السؤال بتاعي دايما بـ how often، how often or often النطقين صح. ready for the exam قال لي yes I am. طبعا هنا لما هشوف I am خلاص I am كانت في السؤال are you شكل ما قلنا، فبالتالي هقول are you، are you ready. هنا ما ينفعش اقول do you ready لان do you ready كان قال لي yes I do. اللي بعدها بقول they talk at the classroom to listen carefully، عشان يسمعوا كويس هيكلموا ولا مش هيكلموا؟ اكيد مش هيكلموا. طب الاجابة هنا منفية، ينفع اقول aren't؟ هقول له لا طبعا، لان aren't شكل ما قلنا بيجي وراء الverb plus ing. طب ينفع اقول don't؟ هقول له ايوه هي دي الاجابة الصحيحة، they don't talk، they don't talk. ما ينفعش doesn't؟ هقول له doesn't بتيجي مع he she it and the singular noun. طيب number 12 do you get up early every day؟ هو انت بتصحى بدري كل يوم؟ قال له yes I، اكيد الشورت انسر بتاعي هيبقى yes I do. طيب تعالى هنا في الاكسرسايزز اللي بيقول لي يصلح الخطأ ده، read and correct the underlined words. you always don't get up at 11 o'clock. طبعا هنا النفي بيجي الاول قبل ظرف التكرار، يعني المفروض اجيب don't الاول وبعد كده اجيب always. طيب number 2 well, what does you do to have fun؟ طبعا هنا هروح ل you، you طبعا ما بتاخدش does، you بتاخد do. I often listens to music. I often طبعا ده مضارع بسيط، بس هنا ما فيش agreement، ما فيش توافق بين الفاعل I و listens الفعل، فبالتالي هقول listen بس عشان يبقى انا ماشي كده مظبوط. طيب اللي بعدها بقول لي do Mariam do the same every school day؟ يعني بتعمل نفس الحاجة كل يوم دراسي؟ هقول لك لا طبعا، مريم ده singular noun اسم مفرد، والاسم مفرد ما بياخدش do، مال اسم مفرد بياخد ايه؟ اللي بياخد does. طب تعالى نشوف number 5 what exercises do you doing، do you doing every day، what exercise do you doing every day. طبعا هنا قلت يا جماعة في النفي او في السؤال طالما شفت verb to do اللي بيجي وراه دايما بيكون infinitive مصدر، فبالتالي هقول do. what exercises do you do every week. طيب تعال نشوف number 6 بقول I play sometimes football at the weekend، at the weekend. طبعا هنا يا جماعة ظرف التكرار لازم يجي قبل الفعل، فاذا ما ينفعش اقول play sometimes، امال هقول ايه؟ هقول sometimes play. تاني sometimes play. طب ولي does he like kosheri؟ قال لي yes he is. طبعا short answer بجيب نفس الhelping verb اللي انا سأل بيه، فبالتالي هجيب does. طيب طبعا الدين هتبقى small لان ما ينفعش الدين تبقى capital ما بقتش في اول الكلام خلاص. she always gets up early at the weekend، she always gets up at 3. طبعا هنا لازم اركز شوي، هو لازم اقرا الجملة التانية عشان اعرف وعايز هنا ايه، لان الغلط في always بس، لان في ناس هتجري ومتكملش وتقول لا خلاص انا هغير دي لاي حاجه. لا هو قال لي she always gets up at 3 p.m. ده بتصحى الساعه كام؟ 3. دايما بتصحى الساعه كام؟ ها بتصحى الساعه 3، يبقى اذا عمرها ما بتصحى ايه؟ بدري. يبقى انا عايز عكس always اللي هي كلمه مين يا حبايبي؟ كلمه never. كلمه ايه؟ never، never. طيب بيقول what time do your first lesson start this morning؟ what time do your first lesson start this morning. طبعا سؤال في المضارع البسيط، بس الفيرست لسن، لسن ده درس واحد ويبقى هنا مفرد، فبالتالي ما ينفعش اجيب معاه do، لازم اجيب معاه does. تاني لازم اجيب معاه does. تعالوا نشوف اخر مجموعة من الاسئلة، بيقول لي complete the sentences with the correct form of the verb in brackets. هشوف الفعل اللي بين الاقواس واصلحه على حسب الجملة اللي موجودة عندي، واجيب طبعا هيبقى جايب لي جمل في المضارع البسيط بس انا هصلح الافعال. بيقول لي the sun never rise at night. طبعا never مضارع بسيط، بس sun singular noun اسم مفرد، فما ينفعش اجيب معاه مصدر، لازم اجيب معاه فعل في اس، فبالتالي هقول rises، rises. what you do every Friday، انا يعني هنا مرتبط بتكوين السؤال، سؤال في المضارع البسيط لان في كلمه every، يبقى اذا بعد اداه الاستفهام هجيب do او does، هشوف you بتاخد ايه؟
اكيد يو بتاخد دو، فهقول what do you do every Friday. باسم not like cheese، طبعا هنا لا يحب، وطي من الحاجات اللي بحبها وما بحب اجيبها دايما في المضارع البسيط، فبالتالي انا عايز النفي في المضارع البسيط يا don't يا doesn't. طب باسم السنجلر ناون يعني ياخد ايه؟ ياخد doesn't، فيبقى doesn't like، doesn't like. اللي بعدها دكتور وفاء get up late، دكتور وفاء get up late. طبعا دكتور وفاء اسم مفرد ما ينفعش يجي مع مصدر، بيجي مع فعل في اس، فبالتالي هقول gets، gets. The next how often you visit your uncle، طبعا how often عدد المرات، بسأل عنها دايما في المضارع البسيط، فبالتالي هجيب وراها فعل مساعد وراها أداة الاستفهام ليها how often. شوف you، you بتاخد do، يبقى how often do you visit your uncle، how often do you visit your uncle. تعال بقى لدرسنا النهارده ونشوف الفوكاب الاول اللي في بيج 17، وديت بتتكلم عن ليسن 1 وليسن 2. ديلي، ديلي، روتين، روتين، سوفا، سوفا، تكست، تكست، واي، واي، اكتيفيتي، اكتيفيتي، بلوك اوف فلاتس، بلوك اوف فلاتس، بمعنى عماره سكنيه، انترفيو اور انترفيو، ويتش، هوسبيتال، كوفي، جيس، سبورت، سكول داي، بريفير، بريفير، بريد، بريد، ستودنت، ستودنت، بيرنتس، 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 ما قلتش بيرنتس، هي بيرنتس، بيكرز، بيكري، بيد، كوك، لسن، لسن، ويكند، بيرسون، سكول ورك، بارتنر، بارتنر، كونتري، كونتري، بريكفاست، بريكفاست، لانش، لانش، دينر، دينر، بلوج، بلوج، photo, photo, people, people, start, start, free time, free time, computer games, computer games, fun, hobby, hobby, school subjects, school subjects, chess, chess, break, break, exams, exams, interests, interests, somewhere, somewhere, cousins, cousins, sleeping, sleeping. تعال نشوف تصاريف الافعال دي اللي هي الكونجيجيشن اوف ريجولار فيربس. طبعا بيديني الافعال الشاذه read، 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 come، came، come، buy، bought، bought، get up، got up، got up، make، made، made، leave، left، left، spent، 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 sit، sat، sat، take، took، taken. عندنا الاوبزيتس late and early، the same as، different from or different to، important and unimportant. طبعا هنا مهم جدا ان نقرا ال definitions دي. block flats دي معناها العمارة السكنية، معناها ايه؟ a tall building، ده مبنى طويل، with more than one floor with flats for people to live in، بيبقى مبنى طويل وفي مجموعة من الشقق للناس تعيش فيها. الانترفيو اللي هي المقابلة الرسمية، a formal، وكلمة formal دي معناها رسمي، a formal meeting in which someone asks you questions about yourself and your life. فيها حد بيسألك أسئلة عن نفسك وعن حياتك. طيب الروتين، روتين اللي هو الروتين، العادات اليومية بتاعتنا، بقول your usual way of doing things، يعني طريقتك المعتادة في فعل الأشياء، especially when you do them in a fixed order، بالذات لما بتعملها بشكل ثابت at the same time، يعني بترتيب ثابت في نفس اليوم. طيب مهم جدا ان انا احفظ الافعال مع الاسماء دي. تاني الافعال مع الاسماء، او الاسماء بيجي الاسم ده بيجي مع اني فعل. عندنا read on the sofa يعني يقرأ على الاريكة، play chess or play computer games، have breakfast، have lunch، have dinner، have a routine، have coffee، have fun، make breakfast، make dinner، text friends معناها يرسل رسالة نصية لأصدقائه، do activities، do work، do the same things، do exercise، do sport، take the bus، spend time and spend money. طيب تعال نشوف كده reading تاع lesson 1، وده هتلاقيه في lessons book page 2. بيقول لي I'm مريم، يبقى إذا لما أجي أعرف نفسي دايما بقول I am وأقول my name، اسمي I'm مريم، يعني my name is مريم. My daily routine is the same every school day، واللي ان الروتين بتاعي عاداتي اليومية ثابتة في كل يوم دراسي. The same يعني نفسها.
I always get up at 6:30. خلي بالك ليه انا بحب اشرح الجرامر بتاع الوحده قبل ما نقرا اي شيء في الوحده، عشان وانا بقرا الوحده ابقى عارف ليه always get هنا و always دي من علامات ايه، والحاجه دي موجوده هنا بالمنظر ده ليه. لما افهم الجرامر هبص تلاقي الموضوع ماشي معايا سهل وانا بقرا موضوع الريدنج. I always get up at 6:30 in the morning. بخلي بالك the morning بتاخد حرف الجر in the morning, the evening, the afternoon, but night, لكن night تاخد at او at night. وخلي بالك الساعات او الوقت بياخد حرف الجر at. قال لي at 6:30 in the morning. My mom always makes my breakfast. بلاحظ ظرف التكرار جه قبل الفعل ما جاش بعده. My mom always makes my breakfast. I go to school by bus. يبقى الوسيلة دايما بجيب قبلها حرف الجر by. I go to school by bus. يعني احنا عندنا وسائل مواصلة كلها بيجي قبلها by. by بتيجي قبل وسائل المواصلات. ما عدا مين يا حبايبي؟ ما عدا foot. قلنا foot بتاخد حرف الجر on. أقول on foot. طيب تعالى نمشي واحدة واحدة. هنا الشرط إن أنا أجيب by قبل وسيلة المواصلات ما يكونش فيه فاصل ما بينها. أما لو فصل ما بينها شيء، يعني لو في فاصل بين وسيله المواصلات وحرف الجر شكل a an the اي صفه ملكيه، قال لي هنا ببدا اجيب قبل السيارات in وقبل بقيه المواصلات on. يعني اقول in a car، شوف فيه a، او in a taxi. جميل الكلام. طيب الباقي بقى كله ياخد on. لما اقول on a bus، on a train، on a plane كده يعني. فبقول with my friends I go to school by bus with my friends Dina. Sometimes we listen. I go to school by bus with my friend Dina. مع صديقتي مين؟ Dina. Sometimes we listen to music. أحيانا بنستمع للموسيقى. My parents work at the hospital. يعني بابا وماما بيشتغلوا في المستشفى. They get home. لاحظ ان مع الجمع دايما we و they و you هيجيب لك مصدر، مع he و she و it هيجيب لك فعل في s او s والسنجلر ناون كمان. They get home late. يبقى هنا بيتكلم عن الروتين اليومي بتاع بابا وماما. They get home late. يبقى لما اتكلم دايما عن الروتين دايما بستخدم مضارع بسيط، يعني يا مصدر يا فعل plus s or es. So I often غالبا help يبقى ظرف التكرار يجي قبل الفعل. I often help to make dinner. بساعد في صنع الغداء والعشاء. خلي بالك لما اجي اقول يساعد فيه اسمها help to زائد المصدر. help to make dinner or help make dinner. in the evening في المساء I do my homework. بخلي بالك homework بياخد الفعل do، ما اقولش I make my homework. read on the sofa بقرا على الأريكة. watch TV and text my friends وأكلم على أصدقائي بي text messages. then I go to bed. بعد كده بروح. يبقى ده كله بسميه روتين، روتين يومي لشخص معين. عشان كده لما أجي أتكلم عن الحاجة اللي أنا بعملها كل يوم دايما بستخدم present simple، يعني مضارع بسيط. نكمل. بيقول لي مريم doesn't get up at 7 a.m. طيب لما انا جيت اتكلم عن مريم، مريم مفرد فتاخد دازن لانها مفرد، ودازن بيجي وراها مصدر. دازن جيت اب ات قبل الساعه. شي جيتس اب ات 6:30 بتصحى الساعه 6:30. مريم دازن ميك بريكفاست. بنت مريم دي ايه؟ ما بتعملش الفطار. هير مام اولويز ميكس ات. ميكس ات يعني مامتها هي اللي بتعمله. ممكن هنا بدل طالما هي ما بتعملوش عكس اولويز اجيب مين شكل ما قلت؟ اجيب never. يعني اقول مريم never make، بس هنا خلي بالك لو نفيت بنيفر هقول makes لان never ما بتشيلش اس ولا اي اس من الفعل. فهنا هقول her mom always makes it. her parents don't work at school. بابا ومامتها ما بيشتغلوش في المدرسه. they work at a hospital. بيشتغلوا في المستشفى. they don't get home early. ما بيروحوش البيت بدري. they get home late بيروح البيت late يعني متأخر. يبقى هنا بيعودني ازاي؟ بقول نفي وبقول اثبات. طيب تعال نشوف my best friend's family يعني أسرة أفضل صديقة عندي. hi everyone. hi كلمة بقولها لأصحابي. hi everyone. today's interview يعني المقابلة بتاعت النهاردة is with مع my best friend شريفة and her family. شريفة وأسرتها. here is a photo of. لما اقول صوره لي اسمها a photo of. يبقى خلي بالي من حرف الجر.
Here is a photo of us. Sharifa is on the right. Sharifa is on the right. Sharifa is on the right. يعني على اليمين. يبقى هنا لازم اخلي بالي ان the right with the left الاثنين بياخدوا حرف الجر on. يعني لما اقول على اليمين اقول on the right، لما اقول على الشمال اقول on the left. So how many people are in your family Sharifa؟ هي بتسالها سؤال، بتقولها هو كم عدد الناس اللي في اسرتك ايه يا شريفة؟ يعني how many people are there in your family شريفة؟ قالت لها there are، أنا عارف إن there is بتيجي مع الاسم المفرد و there are بتيجي مع الاسم الجمع. There are five people، يعني في خمس أشخاص. Me، أنا، mom، ماما، dad، بابا، and my two brothers. ومين؟ ها؟ وإخوات الصبية الاتنين. يبقى دي واحد، اتنين، تلاتة، واتنين يبقى كام؟ خمسة. When do you get up؟ When do you get up؟ يبقى أنا بتكلم هنا عن عادة، بتصحى إمتى كل يوم؟ طيب usually، usually عادة get up at 6:30، الساعة 6 وإيه؟ ونص. And help mom make breakfast، بساعد ماما make، شوف شكل ما قلنا help مفعول، يا إما أقول to زائد المصدر، يعني هنا ممكن أقول to make وممكن أقول make بس. تاني ممكن أقول help mom to make وممكن أقول help mom make. خلاص breakfast. طب ممكن حاجة تانية؟ قال لي أيوة، ممكن أقول help mom with، بس لو قلت with هجيب وراها breakfast على طول، يعني بساعد ماما في الفطار، لأن help with ما ينفعش يجي وراها فعل، بيجي وراها noun. My brothers help too، يعني إخوات الصبيان بيساعدوا هما كمان. To قلنا لما تيجي في آخر الكلام يبقى معناها أيضا، لما تيجي قبل الصفة يبقى معناها جدا. My dad starts work very early، يعني بابا بيبدأ العمل إيه؟ بدري، بدري جدا. very هنا بمعنى جدا، و early بمعنى مبكرا، و starts عشان الداد مفرد. so he leaves home before we get up، سيب البيت before، يعني before قبل. طالما بتكلم عن عادات سواء before أو after كل ده مضارع بسيط، مضارع بسيط. we get up قبل ما نصحى. that's why، that's why معناها لذلك السبب، تساوي كلمة اسمها so، بس so هنا معناها لذلك. He doesn't have breakfast with us. ده والله ما بي ما بيفطرش معانا. He eats when he gets to work. بياكل لما بيروح الايه؟ العمل. I walk to school with my brothers. Walk يعني امشي. طب يمشي ايه اسمها؟ Walk to. Walk to school with my brothers. Do you like to study؟ بتقول لها وانت بتحبي تذاكري؟ Do you like to study؟ قالت لها yes I do. طبعا هنا السؤال بدو يعني مضارع بسيط. Yes I do. My favorite subject is English. صدقي مادتي المفضلة هي الإنجليزي. طبعا مادة سهلة وبسيطة. What do you do in the evening؟ بتعملي إيه بقى في المساء؟ قالت لها I listen to music. بستمع للموسيقى. برضو مضارع بسيط. وI بيجي مع مصدر. To music every day. كل يوم. My dad and I sometimes play. خلي بالك ظرف التكرار بيجي قبل الفعل. Sometimes play chess. My brothers always watch TV and my mom usually reads. وماما دايما او عادة سوري بت ايه بتقرأ. مام مفرد جي معاها فعل فيه اس. طبعا دي الكلمات برضو مهمة جدا بخلي بالي منها لانها بتجيلي في الاختيارات. عندنا التكست تمشي فيرب بمعنى يرسل رسالة نصية، وتمشي ناون بمعنى الرسالة نفسها او النص. عندنا تكست بوك اللي هو الكتاب الدراسي او المحتوى التعليمي. عندنا كلمة daily بمعنى يومي، ويعني ممكن تمشي صفة وممكن تمشي حال، يعني ممكن اجيبها توصف اسم، يعني اقول daily routine يعني روتين يومي، يبقى اذا هنا صفة لكلمة routine. طيب وdaily بمعنى يوميا، خلاص يعني لما اقول I go swimming daily، يعني انا بذهب الى الايه؟ بذهب للسباحة يوميا، يبقى daily هنا حال. عندنا كلمة help تمشي يساعد وتمشي مساعدة. عندنا كلمة come home يرجع للبيت، get home leave home، home ما يجيش قبلها to، يبقى come home get home and leave home. طبعا الأيام كلها بتاخد حرف الجر on، يعني أقول on Saturdays Sundays Mondays، خلاص بتساوي كلمة every. لما أقول on Saturdays يعني every Saturday، on Mondays يعني every Monday، on Tuesdays يبقى every Tuesday. That's why قلنا بتساوي كلمة so اللي معناها لذلك. عندنا كلمة make مهمة جدا، لأن make معناها يصنع. make معناها يصنع، عشان ما أقول كده my mom always makes breakfast، يعني دايما بتصنع الفطار. طيب عندنا في حاجة اسمها make، وبعد make بيجيب لي مفعول.
تاني ميك مفعول، اللي بيجي بعد ميك والمفعول؟ قال لي ميك والمفعول اللي بيجي وراهم حاجه من الاثنين، يا اما بيجي وراهم صفه يا اما بيجي وراهم مصدر الفعل بدون تو. تاني ميك مفعول يعني يجعل، بيجي وراها صفه او بيجي وراها مصدر. يعني في الجمله دي بيقول لي هي ميكس مي لاف، ادي ميك وادي المفعول وادي المصدر. طيب شي ميكس مي انجري يعني بتجعلني غاضب، يبقى ادي ميك وادي المفعول وادي الصفه، يبقى ميك مفعول بيجي وراها يا اما صفه يا اما مصدر الايه الفعل. قلنا وسائل المواصلات بتاخد باي ما عدا الحاجات اللي احنا قلنا عليها، لو جه قبل الوسيله ان ذا يعني فصل ما بينها وبين حرف الجر شيء، لازم هنا ان تيجي مع السيارات وان تيجي مع بقيه المواصلات. طبعا اتكلمنا عن ان مع ذا ايفنينج ذا افترنون وذا مورنينج، بس نايت بتاخد حرف الجر ات. طبعا طبعا الاكسبريشنز دي مهمه جدا لازم احفظها. ان هيرواي تو بمعنى في طريقها الى، ليف ويز يعيش فيه يعيش معه، جيت تو سكول يعني يصل المدرسه، جيت تو سكول، جيت تو اللي بيفرق جيت عن ارايف ان بيجي معاها تو، اون ذا رايت، اون هوليداي، اند توك تو. سيادتك كل اللي هتعمله لي انك هتحل لي الاكسرسايزز اللي في صفحه 22 وكمان اللي في صفحه 23 اللي هي 23، والتكملة بتاعتهم في صفحة 24 صفحة 24. وبعد كده هتروح على General Exercises اللي هي في صفحة 33 تحلها. ده كله تطبيق على Lesson 1 و Lesson 2 بعد ما شرحنا الجرامر وشرحنا طبعا موضوع Reading، هي وصفحة 34 صفحة 34 و30 هتعملهم لي في الوقت. لازم شكل ما قلت تحلهم قبل ما نبدا الحلقه اللي جايه ان شاء الله. في الحلقه اللي جايه بنحل الحاجات دي في البدايه ونتاكد من اجاباتنا هل هي صح ولا خطا. Thank you very much for watching. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا ان شاء الله من حلقه النهارده. اوعوا تنسوا لازم تحل الواجب بتاعنا قبل ما تيجي الحصة اللي جاية ان شاء الله، لان لما نيجي انا المفروض بتأكد هل الكلام اللي انا عملته ده صح ولا خطأ، ولو صح صح لي ولو خطأ برضو خطأ لي. Don't forget like share subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. عشان يوصلك كل الحلقات بتاعتنا لازم تفعل الجرس وتشترك في القناة ان شاء الله. Goodbye. السلام عليكم.